وللحديث عن تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين حول الإفلات من العقاب في العراق وتحوله لنهج سياسي، معنا من عمان الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله أخي الكريم، وتحية للمشاهدين جميعا. حياك الله. بعد نحو عقدين على احتلال العراق، لماذا لا يوجد جدية في تحميل المسؤولين عن الجرائم والفساد ومسؤولية ما اقترفوه في ظل حديث شركاء العملية السياسية عن العدالة وعن الديمقراطية؟ أخي الكريم، طبعا معروف أنه هذه الحكومات تفتعل الأزمات وتغذي الفوضى المستمرة المتفاقمة في البلاد، وليس من صالح أي طرف من الأطراف المشاركة في العملية السياسية أن تتم هنالك تفعيل للقوانين ومحاسبة للمرتكبين سواء للانتهاكات أو بالنسبة لقضايا الفساد. فهذا هو حقيقة السبب الرئيس الذي يعني يقف وراء عدم جدية هذه الحكومات في المحاسبة، فضلا عن معاقبة المرتكبين طبعا. وهي هذه الحكومات تشكلها ميليشيات وتشكلها أطراف كما ذكرت ليس لها أي مصلحة في تفعيل أي قانون ولا دعم أي نظام، بل بالعكس هي ماضية في الفوضى، ماضية في افتعال الأزمات، ماضية في حقيقة يعني تقدم البلد الهلاك والدمار والخراب، وهذا الذي يجري مع الأسف الشديد. كيف أسهم البعد الطائفي في ترسيخ الإفلات من العقاب في العراق، وهل كان فعلا متعمدا؟ أخي الكريم، يعني تعلم جنابك هذا فرق تسد هي ما بنيت عليه العملية السياسية في العراق، لأنه يراد للعراق أن تتم السيطرة عليه من قبل أطراف خارجية، وهذا لن يكون إلا بإثارة الفرقة بين مكونات الشعب، وحتى الكثير يعني من أبناء الشعب العراقي لم يعني حتى نحن في الهيئة لم يعني لا نريد أن نذكر السنة والشيعة إلا في قضايا تشخيص الضحية وتشخيص الجاني. أما يعني هي حقيقة أمر طارئ على المجتمع العراقي هذه الطائفية، لكن الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال والتي فرضها الاحتلال ودعمها الاحتلال ولا يزال يدعمها المشاركة في العملية السياسية هي سبب الطائفية. فيعني هذا السبب الرئيس من جملة أسباب أخرى تدعو إلى استمرار الخلاف بين الناس وتفرقتهم في سبيل أنه تظل هي تسود الموقف. نعم، هنالك من يتحدث خصوصا أفراد الطبقة السياسية عن وجود دستور يحترم العدالة، برأيكم لماذا لم يتمكن القضاء في العراق من القيام بدوره الذي من المفترض أن يقوم به، وهل القضاء شريك فيما يحصل اليوم؟ أخي الكريم، نعود على مسألة المحاصصة هنا، وتعلم القضاء حاله حال يعني جميع القطاعات الأخرى التي خضعت لمسألة المحاصصة وأفرغت حقيقة من شخصيات مهمة وخبراء وناس يعني أناس متمرسون ولهم باع طويل في مسألة القضاء، وجيء بأناس مجرد أداة، مجرد تنفيذ لرغبات من جاء بهم. فلذلك هم طبعا أكيد لا تخلو من العنصر الجيد، لكن يعني يظل الأغلب الأعم هو من جاء، من مرتبط بأجندة الحزب الذي جاء به أو الجهة التي جاءت به. لذلك لا يمكن أن يكون القضاء مستقلا، لأنه يعني هو مسيس، هو تابع ل رغبات الأحزاب التي جاءت به والتي تسيطر عليه،
وهو تدخلات وبشهادات من قبل المشاركين بالعملية السياسية أنفسهم. هم يقولون أن القضاء غير يعني غير مستقل، والقضاء مسيس، وطبعا نسمع من هنا وهنالك الكثير من هذه التي من فمك ودينك. فهنا يعني هم يقولون ذلك عن القضاء، ونحن نقول أن القضاء تشوبه عيوب كبرى. هذه العيوب لا يمكن أن يتم إصلاحها في ظل المعطيات التي فرضها الاحتلال في العراق. طيب، السؤال الذي لا نجد إجابة عليه اليوم هو: لماذا لم تفي الحكومة بتعهداتها فيما يتعلق محاسبة قتلة النشطاء ومتظاهرو ثورة تشرين؟ إلى أي مدى كان ذلك مؤشرا على عدم وجود نية لدى حكومة كاظمي ومن خلفه الأحزاب السياسية بالمضي بما أسماه ورقة الإصلاح البيضاء؟ أخي هذا يعني الحقيقة ثورة تشرين وما عقبها يعني تبين للشعب العراقي وخاصة لأبناء المحافظات الجنوبية أنه هذه الأحزاب التي تتحكم بمصير العراق ونهبت ثروات البلد هي يعني لا تأبه حقيقة لمسألة الدم العراقي الذي ينزف حقيقة يوميا، لأنها يعني غير معنية بهذا الموضوع إن لم تكن هي هذا الأمر مخطط له، لأنه جميع أغلب الذين قتلوا في التظاهرات تم قتلهم جهارا نهارا أمام عدسات الكاميرات والتصوير وبسهولة كبيرة معرفة الجنات، لكن مع ذلك لم نشهد حقيقة إجراءات حاسمة جادة في إنصاف الضحايا وتقديم العزاء لذويهم. وبالنتيجة لأنه هذه الأطراف هي من يعني هي المسيطرة، هي السلطة الفعلية في العراق ما بعد الاحتلال، وأعني هنا الميليشيات والميليشيات الموالية لإيران، فهي متسلطة لها اليد الطولى، تستطيع أن يعني هذا يعني عاثت حقيقة في الأرض في العراق قتلا وفسادا وتخريبا ونهبا وسلبا وعلى جميع الحقيقة جميع الملفات، وعلى جميع الصعود هنالك دور سلبي جدا لهذه الميليشيات في العراق ما بعد الاحتلال. نعم. مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.